من أجمل مكان في هذا الشقة حديقة الدور الأول، إطلالة ولا في الخيال، أجمل جلسة بهذا الإطلالة الجميلة، استمتعوا. حديقة الدور الأول يا جماعة الخير مساحتها 155 متر مربع. المساحة الكبيرة اللي انتم شايفينها هذه مقسمة إلى 4 أقسام. القسم هذا تابع للشقة اللي بنصورها اليوم، والقسم الآخر تابع للشقة الثانية. القسم الخلفي للغرفة والصالة في البلوك بي مساحتها أصغر من المساحة هذه تقريبا، ممكن يوصل لـ90 متر مربع، بس برضو تعتبر مساحة جيدة. بس إطلالة الشقة هذه في الحديقة تكون أفضل إطلالة، نرتبها بأحلى ترتيب ونجيلة وجلسة حلوة وحديقة ونباتات، ونستمتع بأجمل إطلالة ولا في الخيال. تعالوا نشوف تفاصيل الشقة من الداخل، إطلالتها ومساحاتها، خليكم معنا. وصلنا داخلية الشقة يا جماعة الخير. المدخل من هذا الجهة، في كل دور في 4 شقق في البلوك بي، شقتين أمامية 3 غرف صالة، والشقق الخلفية غرفة وصالة. الشقق الأمامية 3 وصالة، وفي إجمال المشروع ككل دريم بارك مساحتها 170 متر مربع. أول ما ندخل بنواجه الكوريدور، عندنا يمينا توزيع الغرف، ويسارا عندنا منطقة مخصصة لدولاب الأحذية والعبايات، ويميننا المطبخ وأمامنا الصالة. صالة الشقة هذه يا جماعة الخير مساحتها 35 متر مربع تقريبا. في مميزات بسيطة أشرحها لكم، أرضياتها باركيه، بالإضافة إلى المنطقة هذه مصممة تصميم بطريقة أن يكون في مخرج للهواء مثلا زي منور، إذا حبينا نركب الشوبينيه اللي هو المشب النار لنا حرية الاختيار أننا نركبها ويكون مخرج للتهوية. واجهة الشقة واجهة أمامية، مع أنها في الدور الأول بنشوف البحر من الجنب، وبين البناية هذه زجاجية بالكامل. الواجهة الأمامية نقدر نقول مع أنها في الدور الأول الشقة فعلا بيرفكت. نطلع يا جماعة الخير للبلكونة نشوف البلكونة الجميلة للشقة هذه. البلكونة الأمامية للشقة هذه مساحتها كبيرة، لو تلاحظوا 3 أمتار في 4 أمتار ونص تقريبا. والحاجة المميزة أنها لها مخرج للحديقة اللي شرحناها في بداية الفيديو، مخرج من هذا الجهة من جهة البلكونة، وفي مخرج آخر تشوفونها من جهة غرفة النوم، بلكونة غرفة النوم. حديقة مميزة جدا بهذا الإطلالة الرائعة، إطلالة جانبية على الحديقة التابعة للمجمع وأيضا البحر الجميل. بلكونة مشتركة بين الصالة والمطبخ، وأزد إلى ذلك أنه المنطقة ككل والمجمع بالأخص وصل لها الغاز الطبيعي، يعني متكامل الخدمات من ألعاب الأطفال بالإضافة إلى الجامع اللي موجود، وأزد إلى ذلك مواقف للسيارات دورين بين البنايات، وأيضا لها دور ثاني مسجد خاص بالمجمع، ألعاب أطفال، مسطحات خضراء. كل اللي نحتاجه في مجمع متكامل الخدمات نجده في دريم بارك. وصلت يا جماعة الخير إلى المطبخ. مطبخ تم تركيبه
دواليبها راكبة وجاهزة، مساحة المطبخ مساحة كبيرة، وأيضا لها مخرج للبلكونة، جاي على نظام شكل L، أماكن أجهزة كهربائية مجهزة، الرخام الصناعي مدي جمالية على ديكور المطبخ باللون الأبيض، شيء جميل. شرحنا الصالة والحديقة الرائعة، تعالوا نشوف تفاصيل باقي الغرف. طلعنا يا جماعة الخير من المطبخ بعد ما شرحنا للصالة والبلكونة والحديقة، نيجي هنا يا جماعة الخير إلى الغرفة الأولى. مساحتها مناسبة جدا لغرفة أولاد مثلا أو لغرفة الشباب، يكفي سريرين فردية مع دولاب الخاص لها، مكان خاص بالدولاب مجهز. ألوان المستخدمينها في المشروع ككل اللون الرمادي الفاتح، تدي أريحية للمالك أو للشخص اللي بيقعد في الشقة. طلعنا من الغرفة الأولى، نواجه يميننا هنا في دورة مياه الأولى الخاصة بالضيوف بنظام كلوزيت، نقدر نغير الأرضي إلى حرية الاختيار، ومزودة بالشطافات، مساحة دورات المياه مناسبة جدا ومميزة. بجوار الغرفة الأولى عندنا الغرفة الثانية أيضا، مساحتها بالضبط أصغر من الغرفة الأولى الغرفة الثانية، إطلالة على حديقة الشقة اللي شرحناها، التدفئة المركزية عن طريق الغاز الطبيعي، أرضيات باركيه برضو يكفي لسريرين فردية مع ملحقاتها. مقابل الغرفة الثانية بنشوف دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة ككل، مروش وكلوزيت مع المغسلة، وأيضا منطقة خاصة بغسالة الملابس. وصلنا يا جماعة الخير إلى غرفة النوم الرئيسية، غرفة الماستر. مساحتها لو تلاحظوا أن المساحة هذه مش بالضبط مساحة غرفة النوم الرئيسية، على أساس أنه مكان خاص بالسرير، أضف إلى ذلك في منطقة خاصة بالدريسنج روم. منطقة الدريسنج روم منطقة مخصصة بغرفة تغيير الملابس، حاطينها على جنب مكان للدواليب، ونقدر نحط هنا مثلا باب وكارديون سحاب إذا نبغى خصوصية لغرفة الدريسنج روم، ومنها إلى دورة المياه الخاصة بغرفة الماستر، مروش مع الكلوزيت، وأيضا الشطافات موجودة، ملاحظين هذا الشيء. مغسلة صغيرة موجودة أيضا نسيت أقولها. غرفة النوم الرئيسية لها مخرج آخر نفس البلكونة الأمامية، البلكونة الأمامية لها مخرج الحديقة، ونخرج مع بعض إلى الحديقة اللي شرحناها في بداية الفيديو. شوفوا الإطلالة أول ما تخرجوا للحديقة، إطلالة البحر، وأحلى جلسة تجلسوها في هذه الحديقة وانت نايم في غرفة النوم، تطلع على الجلسة جميلة تبعك وانت قاعد في البلكونة الأمامية بتفطر أو على فنجان قهوة وتستمتع بهذه الإطلالة الرائعة، شيء فعلا رائع. تفاصيل الفيديو أعطيناكم، أرجوكم الفيديو نال على إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات، التفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب برج العقارية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.